قبة سماوية ملئت أسراراً ومعان دفينة، كان عالمنا يفتش في أسرارها حتى تملكت جميع جوارحه. كان عالمنا يفك هذه الألغاز الفلكية ويبحث عن أسرارها حتى استطاع أن يوجد حلول لأغلب الأمور التي كانت مطروحة كأسئلة في السابق. عالمنا استطاع أن يخترع رقاصة الساعة التي تسمى اليوم بالبندول. عالمنا المسلم استطاع أن يحسب أول حساب فلكي دقيق لعملية الكسوف قبل اختراع هذه الآلات الحديثة. عالمنا الفلكي الذي وصف بأعظم فلكي عرفه التاريخ هو العالم المسلم ابن يونس المصري. هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس، فلكي ومؤرخ، اشتهر في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي. ولد في مصر سنة 338 للهجرة، 950 للميلاد، لأسرة عرفت بالعلم. فوالده عبد الرحمن كان من أكبر المؤرخين في مصر ومن أشهر علمائها، حيث وضع لأهل مصر كتاباً تاريخياً يرجع العلماء إليه. وجده يونس ابن عبد الأعلى كان من أصحاب الإمام الشافعي. نشأ ابن يونس في بيت العلم والعلماء. بهذه النشأة استطاع أن يتحصل على أول مرتبة من مراتب العلم، وهو حب العلم والحرص عليه والاهتمام به، فكان عنده ذلك الشغف. في المقابل كان جده يرى عليه منذ صغره انتباهه للسماء بشكل عجيب جدا، فكان ينظر إلى هذه السماء وبتشكيلة السماء وينظر إلى النجوم ويتطلع إليها أكثر من أقرانه. وهذا الأمر الذي قاده إلى أن يتمسك بركنين أساسيين من أركان العلم. الركن الأول وهو النظر إلى هذا الكون الذي يدفعه إلى قوة الإيمان وقوة العقيدة وثبات هذا الدين العظيم. الأمر الثاني استطاع أن يتحصل على قضية التحقيق العلمي في النظر إلى حركة النجوم وحركة الكواكب، ويتمسك بالمبدأ العلمي القائم على الرصد والمتابعة والتدقيق. كان ابن يونس الجد وهو محدث وعالم جليل يصطحب حفيده ابن يونس الصغير ويتجول حول مدينة الفسطاط، وكان الجد يلاحظ أن حفيده مشغول دائما ومولع بالتطلع إلى السماء وما تحويه من نجوم، وربما كان يتنبأ بأن حفيده يريد أن يطير ليلتحق بتلك النجوم، فكان دائماً يقول له: يا بني لا تحلم إلا بما تستطيع أن تحققه.
نتيجة الضعف الذي أصاب الدولة العباسية في بغداد، تمكن الفاطميون من الاستيلاء على مصر سنة 358 هجرية 969 ميلادية، عندما دخل جوهر الصقلي الفسطاط، وأصبحت بذلك مصر ولاية تابعة للخلافة الفاطمية. وقد وصل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر واتخذها مقراً له، وأصبحت مصر منذ ذلك الحين وطيلة حكم الفاطميين دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة، وأصبحت القاهرة عاصمة لهذه الدولة. نبغ بن يونس في عهد العزيز بالله الفاطمي الذي لما رآه بهذه القوة وبهذه المقدرة عززه وشجعه ورفع منزلته وأعطى ما يستطيع من خلاله أن يتقن هذا العلم وهو علم الفلك. تنسب الدولة الفاطمية إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله وزوج علي بن أبي طالب وأم حفيدي الرسول الحسن والحسين. وهناك دعوة فاطمية استمرت طويلاً بعد وفاة سيدنا علي إلى أن تمكن الفاطميين من تأسيس دولتهم في تونس. وفي عهد المعز لدين الله الفاطمي راحت محاولات الدولة الفاطمية للسيطرة على مصر إلى أن نجحت في نهاية الدولة الإخشدية، مستفيدة من كثير من الظروف غير المواتية، حتى تمكن جوهر الصقلي من دخول مصر سنة 969 مكوناً بهذا الشكل قاعدة للخلافة الفاطمية في هذا المكان الذي أصبح فيما بعد هو القاهرة الفاطمية. بعد ذلك استلم الحاكم بأمر الله ابن العزيز بأمر الله، وطلب من وزيره الحسن ابن جوهر الصقلي أن يساعد ابن يونس في بناء ذلك المرصد العظيم الذي وضعه في مخيلته على سفح جبل المقطم. بعد ذلك بدأ ابن يونس يعمل على هذا المرصد، وجاء وقت الافتتاح فطلب من الخليفة أن يأتي ويفتتح هذا المرصد. ولما جاء وافتتح هذا المرصد أعجب بطريقة بنائه وكيف بناه وشيده من الخارج بذلك الحجر الأبيض الجميل، وجعل هناك نوع من أنواع الزجاج الملون الذي يدخل من خلاله ذلك الضوء، وجمع فيه مجموعة من الآلات والمعادن التي لم تكن موجودة ولم يراها من قبل. قدم ابن يونس كتاباً ألفه وأسماه بالزيج الكبير، الذي أسماه بالزيج الحاكمي نسبة إلى الحاكم بأمر الله. وجمع ابن يونس في مقدمة زيجه كل الآيات المتعلقة بأمور السماء، ورتبها ترتيباً جميلاً بحسب مواضيعها، فقد كان يرى أن أفضل الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى هو التفكير في خلق السماوات والأرض. الزيج الكبير هو عبارة عن كتاب فلكي سجل فيه الفلكيون أرقام وملاحظات تتحدث عن مواقع هذه الكواكب ومواقع النجوم، وتتحدث فيها عن الأبعاد، نستطيع أن نسميها بالجداول الفلكية. يقول عنها ابن خلكان: رأيته في 4 مجلدات ولم أرى في الأزياج أطول منه، حتى أنه ترجم بعد ذلك إلى عدة لغات مختلفة لأهمية هذا الكتاب وهو الزيج الكبير. توجد أجزاء من هذا الكتاب في عدد من المكتبات العالمية مثل أكسفورد وباريس والإسكريال وبرلين والقاهرة، وقد قام كوسان بنشر وترجمة أجزاء هذا الزيج التي فيها أرصاد الفلكيين القدماء وأرصاد ابن يونس نفسه عن الخسوف والكسوف واقتران الكواكب.
كان يؤمن ابن يونس بأهمية التدوين في حياته، لا بعض المبدعين اليوم، إنما يؤمن بأمور يجعلها أفكاراً في ذهنه، أفكاراً في مخيلته، ولا يجعلها مطبقة على أرض الواقع، على أقل القليل أن تكون مكتوبة. في ذلك الوقت، في وقت ابن يونس، كان هناك مرصدين، مرصد في مصر الذي كان يشرف عليه ابن يونس وكان مديره في ذلك الوقت، بالإضافة إلى ذلك المرصد الذي هو في بغداد. ابن يونس كان من أوائل المسلمين اللي كان اداهم الحاكم في الدولة الفاطمية مكان ينشئ فيه مرصد، وده كان في جبل المقطم، ابتدى ينشئ فيه مرصد ويرصد به النجوم والكواكب والأقمار. ابن يونس ليه تحديد معين بالنسبة للكواكب السيارة، وكان ليه تحديد لأقدار النجوم، لأنه قدر يحدد كل نجم إذا كان لامع أو خافت بطريقة معينة، وقدر يوضع ليهم جداول فلكية. وبعد فترة طويلة من الرصد اللي استخدمه في المرصد دوت، اللي هو يعتبر من المراصد الأولى في التاريخ الإسلامي، وأعتقد أنها سابقة للغرب بفترات طويلة، لأنه يسبق جاليليو بفترة طويلة في الرصد والتتبع النجوم والأقمار والكواكب. حسابات المرصدين متشابهة، لكن الناس نظروا إلى دقة ابن يونس وضبط للأرقام والحسابات، فاعتمدوا على ما كتبه ابن يونس ودونه على ذلك المرصد الذي كان في بغداد. بالإضافة إلى أن ابن يونس برع في أمور جداً مهمة فتحت مجال للعلماء أن يتقدموا، أولها طريقة فك حساب الأقواس الثانوية التي سهلت على أولئك الذين كانوا يستخدمون الجدر التربيعي. أيضاً بالمقابل كان عنده إمكانية وقدرة رائعة وهائلة في قضية حساب المثلثات الذي أبدع فيه ابن يونس. ليس هذا فقط، بل كان ابن يونس رحمه الله معلم في حلقة علمية في جامع الأزهر، بالإضافة إلى ذلك العمل الذي كان يقوم عليه وهو إدارة المرصد. ماذا يعطينا هذا؟ يعطينا أن العالم لابد أن يكون متكامل في جميع جوانب حياته، مع الناس ومع الإنتاج العلمي الذي يقدمه، بالإضافة إلى تعليم الناس الخير، كما هو الحال مع ابن يونس. من أشهر اختراعات ابن يونس هو اختراع الرقاص، واختراع الرقاص الذي يسمى اليوم بالبندول كان اختراعا من أجل معرفة الفترات الزمنية لرصد الكواكب، لكنه استعمل بعد ذلك في الساعات الدقاقة، حتى أنه نسب زورا وبهتانا إلى العالم الإيطالي غاليليو الذي وسع من استخداماته فنسب إليه، لكن الاختراع في الأصل هو لعالمنا المسلم ابن يونس المصري. ابن يونس اهتم بدراسة الفيضان في مصر، وكان من دراسته للفيضان انه زي ما كانوا الفراعنة بيحددوا في يوم 21/7 من كل عام ان ده بيكون بداية الفيضان، وده بيكون ارتباط وثيق ما بين ان الارض والشمس ونجم الشعلة اليمنية، يكونون الثلاثة على استقامة واحدة. ابن يونس تأكد من هذه الظاهرة وعمل ارتباط وثيق ما بينها وما بين الفيضان، عمل تنبؤ بالفترات اللي ممكن يكون فيها ما فيش فيضان اللي يحصل فيها سنوات جفاف. هنا ينبغي أن ندرك أن هناك فارق كبير بين التنجيم وعلم النجوم أو علم الفلك. فالتنجيم هو الذي نسميه خزعبلات أو نسميه أباطيل مما يأخذ به العامة، أما علم النجوم أو الفلك فهو علم يبحث في حركة الكواكب السيارة والنجوم وفق مقاييس. والحق ينبغي أن يقال إن الحضارة الإسلامية اهتمت اهتماماً كبيراً بعلم الفلك. تحدث عنه المستشرق سارتون ووصفه بأنه من أعظم علماء القرن العاشر الميلادي وأعظم فلكي ظهر في عصره. ألف عدداً من المؤلفات معظمها في الفلك والرياضيات، من أهمها كتاب الزيج الحاكمي وكتاب الظل وكتاب غاية الانتفاع، ويحتوي على قياس زمن ارتفاع الشمس من وقت الشروق وجداول أوقات الصلاة وكتاب الميل، وله أيضاً كتاب البندول، فتحدث عن مبدأ عمله
وكيفية تصنيعه وفوائده، وله في التاريخ أيضاً كتاب تاريخ وأعيان مصر. عندما بدأت الألفية الثانية اللي هي سنة 1001، ده كان بداية قرون هيحصل فيها تغيرات أساسية في الفكر الإنساني ويبتدي يتغير. وقتها لأن كان مسيطرة الكنيسة ومسيطر الفكر الديني، فعملوا بالحسابات قالوا ده احنا مع بداية العام الجديد للألفية الجديدة هتقوم ليوم القيامة. وبالتالي الإنسانية مشكلتها إنه زي ما يكون احنا مخلوقين لكي نستمتع ونستطعم الخرافة ونعيش فيها، لأنه العلم بيقدم لنا حقائق صادمة. ابن يونس العالم المسلم الذي وهب حياته للإنسانية توفي رحمه الله وهو يعمل في جبل المقطم في ذلك المرصد الذي بناه بيده، توفي عام 399 هجرية، توفي وما يزال اسمه يلمع في هذا الكون بنور العلم والإيمان والمعرفة والحقيقة.